أريد أن أعود إلى اجتماع 22/11. بالنسبة للاجتماع كان فيه خلق تنظيمي تعينات فيه لجنة لا علاقة لها بالمسلكيات التنظيمية التي لا أبنى عليها، خصوصا في قطاع التعليم، حيث تم تعيين وأكرر تعيين أناس لا علاقة لهم حتى بالخيرات. وهذه المسألة هذه عطتنا مجموعة المشاكل. درنا تنظيمية بجوج المراسلات، مراسلة للمكتب الوطني ومراسلة للمكتب التنفيذي لتصحيح الوضع لحفظ دماء تنظيم. وأعتقد أن حتى هذا المؤتمر في حد ذاته مخبرك. لذا الشروط الموضوعية لم تتوفر، الشروط المؤهلة كمل مرجوعي، الشروط الموضوعية لم تتوفر، كمل كلامك، مسائل مرجوعي المؤتمر ناقش هذا الشيء، الشروط الموضوعية